أهمية إحداث وتنشيط الموانئ للنائبين المحترمين محمد كريم وعبد المجيد مليم من الفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد النائبين المحترمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون. سيد الوزير، لا يخفى عليكم الدور الكبير الذي تلعبه الموانئ المغربية في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية التجارية على الصعيدين الداخلي والخارجي. ولكننا نلاحظ أن الموانئ المغربية في وضعيتها الحالية أصبحت عاجزة عن القيام بوظيفتها التجارية والاقتصادية والاجتماعية على الوجه المطلوب أمام تزايد الحركة التجارية وتعدد مجالاتها. الأمر الذي يتطلب العمل على إحداث موانئ جديدة وتوسيع الموجود منها كما هو الشأن بالنسبة لميناء أسفي الذي يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، لكنه أصبح في وضعه الحالي لا يتماشى مع الحاجيات والمؤهلات الاقتصادية للإقليم وللجهة ككل، بحيث لا يمكنه أن يطلع بدوره كاملا كميناء معدني وللصيد البحري وللسياحة إلى غيرها من الأنشطة الاقتصادية. لذا نسألكم السيد الوزير عن المعايير المعتمدة لإحداث الموانئ ومآل مشروع إحداث الميناء المعدني قرب المركبات الكيماوية بأسفي، والذي سيشارك بشكل فعال وكبير في دعم الاقتصاد محليا ووطنيا، ومتى سيخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود؟ وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم، الكلمة للسيد الوزير المحترم. شكرا السيد الرئيس المحترم، زملاء الوزراء، السادة النواب المحترمون. فأريد أن أغتنم فرصة هذا السؤال لأذكر بعض المعطيات على أهمية قطاع الموانئ كمدخل في هذا الجواب. نذكر بأن فيما يخص بما هي المعايير التي تعتمد لبناء الموانئ، هناك المعايير تأتي من دراسة معمقة تهم مخطط مديري للموانئ على غرار جميع البنيات التحتية، لا طرق السيار ولا مطارات. دائما لابد أن يكون هناك يعني مخطط الذي يقارن ما بين جميع الاحتمالات ويأخذ الموانئ التي لها أكبر مردودية اقتصادية واجتماعية وتأثير كذلك على التوازنات الترابية. فيما يخص الأهمية للقطاع، هناك 29 ميناء، منها 12 مفتوحة على التجارة الخارجية، 12 ميناء مخصص للصيد البحري، وخمس موانئ ترفيهية. طول إجمالي الأرصفة 40 كيلومتر، يعني 40,000 متر ديال الأرصفة المينائية، 1000 هكتار ديال الأراضي المسطحة، ثم 1000 هكتار للأحواض المائية، هذا فقط إضافة إلى يعني الميناء الكبير لطنجة المتوسطي والميناء الثاني المرتقب إنجازه قريبا إن شاء الله. بالنسبة لهذه المعطيات تعطينا واحد الخلاصة أن الحمد لله البلد ديالنا مجهزة بموانئ يعني تتماشى وطموحات البلاد، لا في مجال الصيد ولا في مجال يعني المبادلات التجارية مع الدول التي نتعامل معها في إطار التجارة الخارجية. فيما يخص ميناء أسفي، أريد ميناء الجديد لأسفي. هذه الفكرة فكرة التي يعني نرتاح لها في الوزارة، وأدخلنا هذا المشروع في إطار البرنامج أو المخطط المديري للموانئ. هذا الميناء له عدة ميزات إيجابية. الأولى أنه سيقرب من الوحدات الكيماوية لمكتب شريف الفوسفات، يعني المحطات المينائية لاقتصاد مصاريف النقل. كذلك غادي يمكن بعض الأنشطة اللي موجودة في الميناء الحالي أن يتم نقلها في الميناء الجديد، ويعطي مجال جديد في إطار الميناء الحضاري اللي كان وسط مدينة أسفي، حتى تتحول هذه الإمكانات إلى أنشطة أخرى منها سياحية. ونبقى الآن في إطار الدراسة التي انطلقت هذه الدراسة بالنسبة للميناء، وسنبقى باتصال مع مكتب شريفي للفوسفات حتى نتمكن إن شاء الله من برمجته عند إنهاء التركيبة المالية. وشكرا. شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب؟ شكرا السيد الوزير على الأجوبة ديالكم، والحمد لله حتى واحد منا ما ينكر المجهودات الجبارة اللي دارت في الولاية السابقة حول بناء وتوسيع عدة موانئ على الصعيد الوطني، كمثل الميناء
طنجة المتوسطي والدور اللي يمكن يلعبوا في عجلة الاقتصاد إن شاء الله. إلا أنه السيد الوزير فلا بأس أن الحمد لله نذكره بأن المغرب الحمد لله برم عدة اتفاقيات مع دول أوروبية ودول عربية اللي الحمد لله غادي ترفع من الوتيرة ديال التصدير والاستيراد. واليوم كنشوفوا بأن الميناء ديال الدار البيضاء تيعرف واحد الاقتضاد كبير، واحد التكدس ديال لي كونتينر الحاويات، واللي فاق الطاقة الاستيعابية ديالو بالكثير وبالكثير. من واحد الناحية الحمد لله هذا مؤشر خير، هذا مؤشر خير الحمد لله اللي اليوم كاين ارتفاع الوتيرة ديال الاستيراد والتصدير. ولهذا احنا في الفريق الاستقلالي وحده والتعادليه طرحنا هذا السؤال ديال الموانئ. السيد النائب انتهى الوقت. دقيقه من فضلك الله يخليك. دقيقه بزاف. ثواني 10 ثواني. يلا طلبنا نعم السيد حطينا هذا السؤال الله يجازيكم بالخير، لان الدور ديال الموانئ دور كبير خاصه، وطرحنا المساله ديال الاسفي، لان اسفي الموقع الجغرافي ديالها ما بين اكادير حتى الدار البيضاء يمكن يخفف على هذا الضغط اللي كينزل على الدار البيضاء دابا حاليا يمكن يخفف له. وشكرا سيدنا. سيد شكرا سيد النائب المحترم، وبقات لك بضع ثواني سيد ثواني السيد الوزير. يلا بالنسبه للميناء الدار البيضاء كنأكد على انه يعني التكدس اللي حدث فيه هو ناتج على ارتفاع الكبير اللي عرفوا نشاط الحاويات، ارتفع ب 20% هذه السنة مقارنة مع 10% في السنوات الأخيرة. ولمواجهة هذا الارتفاع هناك رصيف جديد، هذا هو الخبر اللي بغيت تجيله، هو رصيف جديد طوله 500 متر اللي غيرفع من الطاقة الاستيعابية للميناء ب 300 ألف حاوية، وغيرفع إذن الطاقة ديال الميناء من 700 ألف إلى مليون، ما غيبقاش المشكل ديال التكدس، وغيتفتح هذا الرصيف إن شاء الله في منتصف السنة المقبلة. وشكرا. جزاك الله خيرا.